بالوقت على اللي ولايت منهم. شكرا، يفضلك. عمرهم في 30 سنة، ما همش صغيرات، معناتها نحكيو على شلل الأطفال لدى البالغين، معناتها توا شنو هي الحكاية دكتور زيد العنس؟ فعلا هو مش خلال الأطفال، هو حالات اختلاف. أولا نحب نرجع معناتها للوضعية الوبائية بالجهة، ونقول احنا التحذير يعني اللي جاء من وزارة الصحة التي تدعو معناتها كافة معناتها الكرق وكافة المهنية معناتها مهني الصحة لمزيد اليقظة والحذر تجاه هذا المرض اللي احنا نعتقده معناتها او ان معناها مقضين عليه معناتها في على مستوى معناتها الجمهورية التونسية. علاش؟ لان منذ سنة يعني 93 في اخر حالة اللي سجلناها لحالة شلل الأطفال، ونظرا للتغطية معناها بالتلقيح الهامة ومفخر تونس هو البرنامج الوطني للتلقيح، وبالتالي احنا من عام 94 تعتبر معناها بلادنا معناها انتي فري، دونك ما عندهاش البوليوميليت شلل الأطفال مش موجود في بلادنا. ولكن نظرا لتسجيل بعض الحالات في بعض الدول المجاورة. الوضع مش ولا بد هاي؟ نعم، ولوجود يعني نقول احنا عدد لا بأس به من الأشخاص أو المهاجرين غير النظاميين اللي موجودين في بلادنا، وهم معناها أصيلي بعض البلدان الإفريقية الموبوءة. معناها 16 دولة في إفريقيا معناها وقع رصد معناها الفيروس هذا، وفما إمكانية أن الشخص يكون حامل للفيروس هذا، ولكن يعني الفيروس يكون في حاله سبات، ما عندوش شخص عنده اعراض، ولكن نقولوا احنا معناتها ينجم يفرز الفيروس هذا، وبالتالي نجموا يكونوا معناتها الناس معناتها احنا يعني في تونس في خطر، وبالتالي هذاك علاش لابد من تشديد الرقابه واليقظه التامه حتى الواقع باش نكونوا معناها على بينه ويقع عرفت اي حاله معناها جديدة ولا فوالا. نعم جديدة. معدي هو معدي دكتور معدي؟ نعم هو المرض هذا معدي، ولكن معناها احنا نعتبره شلل الأطفال معناتها مرض اللي هو معناها شلل دائم. رغم انه معناتها عندنا تلقيح نجم يكون خطر حتى رغم التلقيح. احنا والحمد لله بفضل التلقيح كما قلنا اللي هي مفخرة البلاد التونسية في التلقيح، معناها قضينا على العديد من الامراض منها شلل الاطفال. فيما ذكرت لك انا اخر حاله سجلناها معناتها وطنيا هي عام 93. يعني اليوم شوف قديش عام والحمد لله، احنا معناها واحنا من اول في مأمن معناتها. الزوز اشخاص هذوما دكتور خرجت عليهم اعراض ولا شنو؟ هو الان الواقع عندي ثلاثه اشخاص معناتها ارتفاع معناتها ثلاثه معناتها في تحيين معناتها للوضع الوبائي. دونك عندي ثلاثة أشخاص 34 سنة 16 سنة و52 سنة. دونك الأشخاص هذوما كلهم يعتبروا كبار على هذا، ولكن احنا أي احنا نقولوا احنا أون جي باري سي، احنا معناتها للفتنة أي حالة معناها شنو هو اللي نقولوا احنا التعريف نتاع اللي تو التعريف يعني هو تعريف مو تعريف خاص، معناها تعريف نتاع معناها استقصاء، تعريف نتاع ترصد. أي حالة شلل حاد يعني اي انسان يكون لابس عليه يظهر عليه شلل حاد يعني في ظرف 15 معناتها في ديلي 15 يوم بعد يعني موش اكثر من 15 يوم، لو عنده نهارين عنده جمع عنده ثلاث ايام عنده حاجه كيما هيك احنا نعتبروه معناها حاله شلل اطفال الى ان ياتي ما يخالف ذلك، ما يخالف ذلك ونقوم بالتحاليل حتى نتبينوا. معناتها سامحني دكتور، ثلاثه اشخاص هذوما معناتها في حاله شلل تام هما توا؟ عندهم يعني كذا يعني جوزي معناتها معناتها بعض اي معناتها نقول احنا بلغتنا احنا نسموه معناتها ديفيسيت موتير، معناتها فهمتني في اي عضو معناتها ينزل يكون فريز ينزل يكون فليد ينزل يكون في الفك في اي حاجه، المهم عنده عضو كان يشتغل كما ينبغي وفجاه ولا ما عادش وفجاه. وقتاش تحضر التحاليل دكتور؟ وقتاش تحضر التحاليل؟ التحاليل تقريبا الجمعه يحضر التحاليل الجمعه باي دكتور. ترجع توعدنا انه تكون معنا دكتور ترجع معنا توعدنا تكون ان شاء الله دكتور تحضر التحاليل معناتها. انا على ذمتكم ما عندي حتى مشكله يعيشك دكتور ونزيدوا ان شاء الله. اهم حاجه اللي تهم هي ان معناتها كما نقولوا احنا معناتها ماذا بينا التعاون نتاع المواطنين معانا، لانه هو التحليل معناتها بيزمو ديليكا معناتها ماهوش سهل، وبالتالي لابد من التعاون رانا كلنا سلامتهم وسلامه المحيطين بهم، يعني خاطر الواقع نلقوا صعوبه معناتها في اجراء التحاليل هذوم من المواطنين، يعني معناتها نكونوا احنا معناتها كما نقولوا معناتها بلغتنا احنا سوبر كوبيرون
هكذا نحميه أرواحنا نحميه والعزيز علينا ونحميه بلادنا. زاد اللي كما ذكرت لك فوالا ينجم إذا كان هو ينتشر ويعدي ما فوالا من 1993 إلى حد الآن لم نسجل أي حالة، ما نحبوش لا قدر الله تتعدى مدينتنا حالة وما نفقوش بها. نرجعوا لك إن شاء الله دكتور في التحاليل معناها نقول احنا في مساعدة المواطنين معانا يخلونا نقوموا بالعمل بتاعنا كما ينبغي، وانا على ذمتكم بطبيعة الحال نمدوكم بكل ما هو جديد. يعيشك كيف فضلك دكتور زيد العنز، نرجع لك ان شاء الله دكتور تحضر التحاليل وان شاء الله لاباس وان شاء الله ما عندناش معناتها شلل الاطفال هذايا ونحمي وان شاء الله رواحنا ولاباس ان شاء الله نتعداوها سلامات يا ربي. تود سويت نحكيو على اضراب ولا تهديد باضراب